يطرح مشكلات يعاني منها المجتمع المصري في إطار كوميدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير عليكم، صباح الجمال. احنا في الايام الماضية كنا بنعمل برنامج لحل المشاكل واسمه صباح الخير يا مصر، وسبحان الله بالصدفة البحتة لقينا ان في برنامج برضو في الهند لحل المشاكل زي عندنا في مصر، فقلنا ان احنا نحاول نستفيد من الخبرات بتاعتنا. فاحنا معانا النهاردة المهرج الهندي شينجي مين. يا جماعة بعد إذنكم نلتزم الصوت شوية واسمعوا السكتش جميل أوي. رحب بيهم طبعاً في مصر. مبدئياً إحنا عندنا ثلاث مشاكل في مصر مش عارفين نلاقي لهم حلول. الأولى هي الزيادة السكانية، المشكلة الثانية مشكلة الشقق، المشكلة الثانية العروسة. نبدأ بأول مشكلة الزيادة السكانية. لقيت حل المشكلة دي ازاي؟ إن أنا عليكم. السلام عليكم. عاملين إيه؟ عاملين إيه؟ ناني على ناني. صلي على النبي. دي مشكلة سهلة خالص. عندنا في النيل. عندنا في الهند ناني مننا بالنار. نفس المشكلة بالظبط. عملنا ايه؟ عملنا ايه؟ في اي بلد في العالم؟ في اي بلد في العالم؟ في ناني ايه؟ في طريق ايه؟ طريق نروح؟ طريق يروح؟ وطريق يجي؟ وطريق بيجي. عملنا في النيل؟ عملنا في الهند ناني واحد. طريق واحد. طريق نروح ما ننام. طريق اللي يروح ما يرجعش. ومننا حلينا مننا. وبكده حلينا مشكلة. طيب دي حل المشكلة الأولى. بالنسبة بقى للمشكلة الثانية ألا وهي الشقق السكانية. ناني على ناني. صلي على النبي. مين دي مننا نهنا نانن. دي مشكلة سهلة خالص. عندنا في النيل نعلم مننا بالنار. عندنا في الهند نفس المشكلة بالظبط. عملنا ايه؟ عملنا ايه؟ انتوا عنين بن البطيخ؟ انتوا عارفين بذر البطيخ؟ احنا زرعناه. احنا زرعناه. بعد ما زرعناه حصدناه. بعد ما زرعناه حصدناه. بعد بقى بطيخ. بقى بطيخ. بعنيننا نقناه. بعد كده شققناه. وعنينا النن واحد نقى. وعطينا لكل واحد شقة. وبننا حلينا مننا. وبننا حلينا مشكلة. والله حلول سهلة وبسيطة. بالنسبة بقى للمشكلة التالتة ألا وهي العروسة. نني على النبي. صلي على النبي. مين دي مننا نهنا نانن. دي مشكلة سهلة خالص. عننا في النيل نعلم مننا بالنار. عندنا في الهند نفس المشكلة بالظبط. عملنا ايه؟ عملنا ايه؟ انت عنين البون؟ عارفين البوس؟ احنا زرعناه. احنا زرعناه. بعد ما زرعناه حصدناه. بعد ما زرعناه حصدناه. وبقى بوس. وبقى بوس. وفي من عندكم هنا في مصر؟ وفي مثل عندكم هنا في مصر؟ اللي هو؟ اللي هو؟ لبس بونة تبقى عنونة. لبس البوسة تبقى عروسة. وبلنا حلينا مننا. وبكده حلينا المشكلة. نقل لكم نقل لكم. شكرا لكم شكرا لكم. طبعا استفدنا من خبراتهم كتير ونشكرهم على اليوم الجميل ده وشكرا لكم. أنا بحب مصر. أنا بحب مصر. وبحب نعب مصر. وبنحب شعب مصر. وأنا ممنون إن أنا هنا. وأنا المفروض إن أنا هنا. شكرا لكم، شكرا لكم. شكرا لكم، شكرا لكم.
want my people to stop this all over that. Put the top on, pan a top, Cadillac, summer in a Kingston, and have your villa rock. Put the green sugar cane, them a bag of cash. Me not carry one, but bring a bag of shot. Tell me say more to, cause your body hot, girl, you're the first time. مصر هي الكلمة التي تحمل من المعاني أجملها ومن الحروف أحسنها، فليعتبر كل حرف منها بمثابة عين نرى بها أجمل الذكريات. نعشق وطننا وترابه مع قصيدة عشقناك يا مصر. قصيدة عشقناك يا مصر للشاعر فاروق جويد. حملناك يا مصر بين الحنايا وبين الطلوع وفوق الجبين. عشقناك صدرا رعانا بدفء وان طال فينا زمان الحنين. فلا تحزني من زمان الجحود افقناك فيه هموم السنين. تركنا دماؤك فوق الطريق وبين الجوانح يمز الحزين. عروبتنا هل ترى تنكرين؟ منحناك كل الذي تطلبين. سكبنا الدماء على راحتيك لنحمي العرين فلا يستكين. وهبناك كل رحيق الحياة فلم نبق شيئا فهل تذكرين؟ فيا مصر صبرا على ما رأيت جفاء الرفاق لشعب أمين. سيبقى نشيدك بيت الغريب وصيف الضعيف وحين
الحزين. صب شبابك رقم الليالي ضياء يشق على العالمين. فهيا فهيا اخلعي عنك ثوب الهموم، فهيا اخلعي عنك ثوب الهموم. غدا سوف يأتي بما تحلمين، غدا سوف يأتي بما تحلمين، غدا سوف يأتي بما. مين قال العلام في بلادنا قديم؟ لا ده احنا تمام، والله العظيم. مين قال العلام في بلادنا قديم؟ لا موجز ولذيذ، نمذج اجابات ما فيهاش تحفيظ. يا هلا يا هلا هلمي اتعلم عندنا، يا هلا يا هلا هلمي اتعلم عندنا. مع مسرحية باللغة الألمانية والمجموعة Damen und Herren, wir freuen uns, Ihnen heute die deutsche Sektion anbieten zu können. Sie besteht aus Präsentation des Jahreszeiten und der Präsentation und Partei. Sie besteht aus Präsentation des Jahreszeiten und der Präsentation der Kulturpartei. Jetzt mit der Präsentation des Jahreszeiten mit Schreien, Chad Yasser, Toha Ashraf, Amina Mandus und Rahman Ayn. سيداتي وسادتي، سعيدنا اليوم أن نقدم لكم الفكرة الألمانية وتتكون من عرض فصول السنة وعرض أجزاء الجسم مع الطالبات. والآن عرض أجزاء والآن عرض فصول السنة مع الطالبات طه أشرف، شهد ياسر، أميرة ممدوح، روان عايز. Is the inventor. Inventor is that better their car. Inventor shared it. Inventor dignities. Dit inventar sari is mit Freunden zum Ski laufen. Inventar bau wer eine Schneemann. Ich bin der Herr. Im Frühling scheint die Sonne fast den ganzen Tag. Im Frühling blühen die Blumen. Ich bin der Sommer. Im Sommer gehen wir schwimmen. Im Sommer ist es sehr warm. Im Sommer scheint die Sonne. Im Sommer gehen wir dann ins Matschieren. Ich bin der Herbst. Im Herbst fallen die Blätter von den Bäumen. Es ist Herbst. Und jetzt Kulturpartei mit Schleim, Malakuel, Hafsa Mohammed, Malakuel, Hafsa Mohammed, Nurhan Kamel, Heba Yahya und Jerem Ham. والآن عرض أجزاء الجسم مع الطالبات جويرية محمد، حفصة محمد، نورعين كمال، هبة إبراهيم، ملك وين. Oh, and
والآن مع أوبريت النور والمجموعة.
فين؟ على الجهاز الهضمي، معرفة الطعام في إطار مسرحات المنام. Thank you.
طول دراستي، أصحاب ما يتعوضوش وهم أجدع صحاب.
كشافة رجولة، والآن مع عرض الكشاف. الطلبة اللي في الصف السادس والثالث الإعدادي يخرجوا من الصالة استعدادا لطابور العرض. من باب نور. Thank you.
عليكم. بصوا يا جماعه، السلام عليكم. كشافه من برضه من ضمن الحاجات والانشطه اللي دخلت معانا السنه دي، واول حاجه اول سنه اللي بنعملها السنه دي. تمام ماشي. فبرضه دي من الانشطه اللي احنا عملناها برضه في المدرسه ودخلناها المدرسه. تمام. فان شاء الله باذن الله الانشطه دي كلها هتتطور وهتبقى فيها حاجه كويسه في الصيف. انا بحب برضه اعرفكم ان في حاجات ان شاء الله هتتغير جامد جدا في الصيف باذن الله. ف نشوف عدد كشافه، ويا ريت برضه الناس تبقى متفاجئه قوي معانا، كشافه كاراتيه الحاجات دي كلها ان شاء الله. بعد اذن الاولاد سته وثالثه اعدادي بيلفوا مباراه، بعد اذن اولاد امور محدش يخرج معاهم. محدش يخرج معاهم. تمام؟ الناس اللي واقفه لو سمحتوا بعد اذنكم يا جماعه، ممكن نقعد؟ ممكن نقعد بعد اذنكم يا جماعه، نلتزم اماكننا عشان ندي فرصه للولاد ان هم يعملوا العرض. بعد اذنكم يا جماعه نقعد لو سمحتوا. الصوت ورا الستاره يا جماعه، الصوت ورا الستاره لو سمحتوا. على طول كاشفة على طول.
دق دق يا دق دق. السماوية الثلاثة بلد الأمن والأمان، يعيش على أرضها المسلم والمسيحي لأن الدين لله والوطن للجميع، علشان كده لازم نكون مع بعض. علشان لازم نكون مع بعض، عشان شايل انا نفس الارض، عشان بكره اللي مستني مش عارف يكون حق. وبعوه ايوه الطمر بتبيع تضار السين تضار هما لا هنوني قالوا لي كلنا بنلف صغير من ورق والفحص اللي يركب النهارده يبقى يجر صح بكره نصحى بدري هنعدي وناخدك اصل اول يوم واحنا لازم نبقى جنب فرحانين بجد من قلب الضمير مفيش مفاهم ليا انت كل خير انا ده ديشو Thank you.
جمهور الطلبة والطالبات اللي حضروا معانا النهاردة. وبنعتذر وبنتأسف لحضراتكم على التأخير اللي حصل الصبح. وبنخص بالشكر الأستاذة أمينة والأستاذة نديرة، الأستاذ أحمد حامد والأستاذ حسن والأستاذ أحمد فيض الله والأستاذة منار رفاعي والأستاذ أحمد يعقوب والأستاذة مروة والأستاذة عمر. في صورة جماعية أرجو من جميع المدرسات اللي أشرفوا على هذه الفقرات يتفضلوا يتصوروا معانا. نبي عليهم مرة تانية. وبنخص بالشكر المدرسات اللي تعبوا معانا في عمل العروض النهارده، الأستاذ عبير مختار، الأستاذة داليا، الأستاذة رشا، الأستاذة ناهد، الأستاذة وفاء، الأستاذة أما يوسف، والأستاذة فاطمة، والأستاذة شيماء، والأستاذة منى، والأستاذة صبحة، والأستاذة آلاء، والأستاذ محمد صلاح من كشاف. الأستاذة إيمان جمال، والأستاذة شيماء سيد، والأستاذة يسرى، أستاذة وفاء رفقي، أستاذة جيهان، أستاذة مها، أستاذ أحمد الكيلاني، والأستاذ محمد جمال، والأستاذ حامد، محمد سيد، أستاذ عزت، أستاذ إسلام، محمد ماهر، سماح، أستاذ حامد، أستاذة هوينا كمان يا جماعة. وبنذكر معانا الأستاذة نسرين، والأستاذة هدى، والأستاذة منى، والأستاذ أشرف، والأستاذة حنان، والأستاذة أمال، والأستاذة رضا،